دكتور الفايد عنده مؤيدين بزاف وعنده كذلك معارضين بزاف، وللأسف غالبا من تكون نقاش حول الدكتور الفايد تتكون بزاف ديال الشخصانة بدل عرض الأدلة سواء كانت معه ولا ضده. لهذا اختاريت أنني في هذا الفيديو ما غاديش قاع نهضر على الآراء الشخصية أو الخلفية الأكاديمية أو الإيديولوجية ديال الدكتور الفايد. اللي تهمني هو كلامه. بالنسبة لي أي إنسان يخطئ ويصيب، أنك تقول أن كلام واحد الشخص خطأ ما تعنيش هذا أن كلامه كامل خطأ، ما تعنيش أن الدرجات اللي وصل لها ما عندها التقيمة، ما تعنيش أنك تتكرهه، ما تعنيش أنك عندك أجندة ضده. كاين علماء كبار داروا أخطاء، حتى واحد ما معصوم من الخطأ. أنا شخصيا استفدت من بعض الأشياء اللي قالها الدكتور الفايد. في هذا الفيديو حاولت نختار مقاطع اللي مختلفة شوية على المقاطع اللي مشهورة دابا في الانترنت، سواء اللي تتهضر على دواء كورونا أو صيام رمضان الناس اللي مراد، أو سرقة الأحذية في الجوامع لتشويه صورة الإسلام، وغيرها من الفيديوهات اللي منتشرة دابا في مواقع التواصل الاجتماعي. اللي بغيت نوصل ليه في هذا الفيديو هو أنني نبين أن كلام الدكتور الفايد يؤخذ منه ويرد، سواء كان الكلام في الدين أو في التغذية خصنا نتعامل معه بحذر، ما نقبلوش هكذا دون تمحيص فقط لأننا عزيز علينا هذا الشخص. هذا الفيديو ما هو إلا مثال بسيط على كيفاش خصنا نتعامل مع أي معلومة توصلنا. نبدأ إذن في المقطع التالي. غيربط الدكتور الفايد التغيير الوراثي بالآية 119 من سورة النساء، رغم أنه لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتفسير القرآن. نشوفوا المقطع. الآية ديال التغيير الوراثي فيها الشيطان مرتين، يدعون من دون الله إناثا ويدعون إلى شيطانا مريدا لعنه الله، شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أمنينهم ولا أضلنهم ولا آمرنهم. ثلاث مراحل، هم العلماء هم الباحثين هذو. نعم. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذه ديري دابا الأبقار الأغنام، هذاك هو تمسيك الأنعام، ما فيش لغة أخرى. ولا آمرنهم، في المرحلة الأولى داروا لنا هذه القضية ديال التراساج. مرحلة ثانية، ولا آمرنا فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان مرتين ذكرت، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. شنو هو الخسران؟ الخسران هو جميع الدجاج المغير وراثي خصو يتحرق، الخسران هو جميع الخرفان ديال الحمى المرضية خصو يتحرقوا، الخسران هو جميع الأبقار ديال الجنون الأبقار خصو يتحرقوا. نشوفوا الآن مجموعين تفسير الطبري للآية. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، التفسير ديالها جاء أولا بالإخصاء، ثانيا بالوشم، وثالثا بالدين، أي أن تغيير خلق الله هو تغيير الدين، وهذا هو أولى التفسيرات وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال معناه ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال دين الله، وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله فطرة الناس التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالتفسير الكامل اللي اعطاه الدكتور الفايد للآية ما عنده حتى شي علاقة مع تفسير القرآن. في المقطع الجاي غيكمل الدكتور الفايد من نهاية التفسير الخاطئ للآية باش يعطينا معلومات غريبة جدا على اللوز في الميريكان. نعم، خسران مبين. أن أمريكا أول بلد منتج للوز العالم، وكاليفورنيا هي الأولى في الولايات المتحدة بين الولايات. أمريكا الآن لا تأكل اللوز، ما كتأكلش اللوز، كلهم عندهم حساسية اللوز، علاش؟ إنه أوجيان مغير ولادي. الميريكان نعم هي المنتج الأول ديال اللوز في العالم، عندها حصة الأسد كما تنشوفوا بالأرقام، 2 مليون طن في العام. في المركز الثاني إسبانيا، يلاه 200 ألف، وولاية كاليفورنيا هي مصدر هادشي. تيقول الدكتور الفايد أن الميريكان ما بقاوش تياكلوا اللوز حيت ولات عندهم حساسية بسبب التعديل الوراثي أوجيان. نشوفوا أولا التعديل الوراثي ومن بعد نرجعوا للحساسية والاستهلاك. اللوز ديال الميريكان غير معدل وراثيا. ها هي المعلومات التقنية قدامكم على اللوز ديال كاليفورنيا. في الصفحة 7 نقرأ التالي. كاين تقريبا 30 نوع من أنواع اللوز في كاليفورنيا،
all California almonds are developed using traditional methods. Genetically modified almond varieties are not planted or available in California. اللوز كامل ديال كاليفورنيا مصوب بالطرق التقليدية. اللوز المعدل وراثيا ما مزروعش وما متوفرش في كاليفورنيا. دابا من سالينا من التعديل الوراثي نمشيو للحساسية. دكتور الفايد تيقول أن الميريكان ولات عندهم الحساسية من اللوز، داكشي علاش ما بقاوش تياكلوا اللوز. قدامكم هذه المقالة العلمية اللي فيها معلومات على الحساسية من اللوز وفاكهة أخرى في مجموعة من مناطق العالم ومن بينها أمريكا. تتقول هنايا أنه ما معروفش بالضبط مدى انتشار الحساسية ديال الفاكهة اللي تتنوض في الشجر، ولكن في الميريكان النسبة تقديرية هي 0.2% بالنسبة للأطفال و 0.5% بالنسبة للكبار. وهنا راه ما تنهضروش غير على اللوز، هنا تنهضروا على جميع الفاكهة اللي تتنوض في الشجر، يعني اللوز، الكاجو، البيستاش، القرقاع وزيد وزيد. والنسبة ديال الحساسية ديال كاع هاد الفاكهة هي 0.2% للأطفال و 0.5% للكبار. هالحساسية حيدناها. نمشيو دابا للاستهلاك. الدكتور الفايد قال بأن الميريكان ما بقاوش تياكلوا اللوز. هذا الرسم المبياني هو من وزارة الزراعة من United States Department of Agriculture لتتبين مقارنة في استهلاك الأمريكيين للفاكهة ديال الشجر بين 1970 و2016. كيف ما تتشوفوا انفجار ديال استهلاك اللوز، النسبة الدوبلات كتر من 6 مرات. إذن باش نلخصوا الأخطاء اللي في المقطع، الدكتور الفايد تيقول أن اللوز في الميريكان معدل وراثيا. خطأ. الدكتور الفايد تيقول أن اللوز المعدل وراثيا دار الحساسية للميريكان. خطأ. الدكتور الفايد تيقول بأن الميريكان ما بقاوش تياكلوا اللوز. خطأ. من بعد غايدير الدكتور الفايد واحد الربط جديد مع آية أخرى من القرآن. نشوفوا المقطع. وكان القرآن اش تيقول؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم الله طريقته. من ترجعوا لتفسير الآية مرة أخرى في الطبري تلقوا الكلام هو عقوبة لليهود أن الله حرم عليهم بعض الأمور التي كانت حلالا لهم، بأنهم قتلت الأنبياء، أنهم نقضوا ميثاقهم مع الله وهذه الأمور. إذا لا علاقة بين التفسير اللي أعطى الدكتور الفايد وما هو موجود في تفسير القرآن. في المقطع التالي غيفاجئنا الدكتور الفايد بإنكاره لحديث صحيح، واللي فاجئني أكثر هو أن تواحد من الإخوة اللي في الجامع ما اعترض عليه. نشوفوا المقطع. وكاين شي وحدين قال لك حق فاطمه رضي الله عنها تخاصمت مع سيدنا ابو بكر لان ما بغاش يعطيها الورث ديال ابوها، وهو ما خلى والو. هذا تناقض. هذوك اللي دخلوا بعض المفسدات في تاريخ الاسلام وفي هذا الدين، المجوس هما اللي الفوا هادشي. هما الرسول ما خلى والو، خلى قصعه وشي دنانير قال لهم تصدقوا بها قبل ما تخرج روحه. ما خلى والو، شنو يعطيها؟ ما عنده. مات حقا قال لها سيدنا ابو بكر، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الابنياء لا نورث وما تركناه فهو صدقه. ولم يترك شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، اصلا لم يترك شيء. ما عرفش هذا الكلام منين جابوه، سبحان الله. هذا اللي تسميها الدكتور الفايد المفسدات راه حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ماشي المجوس اللي الفوا هذا الشيء. ها هو الحديث كما جاء في صحيح مسلم. حدثني محمد بن رافع، اخبرنا حجين، حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. تسأله ميراثها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وجدت يعني بحال غضبات،
والحديث طويل، ها وقت دمكم صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فيه هاد الخلاف وهذا النزاع اللي وقع بين فاطمة بنت رسول الله وبين أبي بكر. في المقطع الجاي غيقول لنا الدكتور الفايد أن أمريكا يلا اعترفت به، أو أنها اعترفت بدك الشيء اللي كانت يقول، اعترفت أنها ما تتقريش التغذية في كليات الطب. نشوفوا المقطع. بالغربي ما كانش تخدم علم التغذية إلى حد الآن. أمريكا يلا اعترفت بأن كلية الطب ما فيهاش علم التغذية، أخيرا اعترفوا بيا، أخيرا اعترفوا بأن ما كيقروش علم التغذية أخيرا. 92 وانا كنغوت لدرجة أنني اقترحت راسي نقري بلاش في كلية الطب، عاي خلوني نقري الناس، ولكن ما شاء الله اعترفوا بيا. ما عرفتش بالضبط شنو علاقة الدكتور الفايد مع القرارات ديال كليات الطب في أمريكا، شنو تدير في المقررات ديالها، وكيفاش كان هذا الاعتراف به أو بكلامه. ولكن المهم عندنا دابا هو نشوفه واش بالصح التغذية ما تتقراش في كليات الطب الأمريكية، أو ما كانش تتقرى في كليات الطب الأمريكية. قدامكم واحد الدراسة استقصائية دارت على تعليم التغذية في كليات الطب الأمريكية. 103 من أصل 109 كلية مشاركة في هذا الاستقصاء تتقري التغذية. في المعدل في الميريكان الطالب تيقرأ 19.5 ديال السوايع على التغذية. الأكاديمية الوطنية للعلوم في الميريكان تتقترح أن عدد الساعات ديال دراسة التغذية بالنسبة للطالبة في كلية الطب أنه يكون 25 ساعة، ففي المعدل 19.5، يعني كاين مطالبة ديال أنهم يزيدوا السوايع. ولكن هذا الشيء راه ما عنده حتى علاقة بشنو قال لنا الدكتور الفايد أن التغذية ما تتقراش في كلية الطب في أمريكا. في المقطع الجاي غيهضر لنا الدكتور الفايد على العالم كامل أنه ما تيقريش التغذية في كلية الطب، وغيدير واحد الاستثناء ديال الهند والصين. نشوفوا المقطع. هذا ظلم، طبيب خصو يقرا علم التغذيه، وراه ماشي غير كليه الطب المغرب، راه العالم كله. هذا هو اللي الناس ما بغاوش يفهموا، راه العالم كله كليات الطب ما كتقراش علم التغذيه، لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في افريقيا ولا في اسيا. كاين بعض الدول عندها طب خاص تتسميه طب محلي، هو الطب الصيني والطب الهندي، والطب الهندي هو الطب المتقدم الان لانه يعتمد على التغذيه. هذاك الشيء علاش الطب الهندي الان الطب التكميلي الطب البديل كله واش تيسميه الطب الغذائي سميه اللي بغى الطب الاعشاب كله واش تيسميه. طبعا اوروبا بحالها بحال الامريكان كليه الطب تتقري التغذيه. زيد على هذا ان الهند اللي اعطاها كمثال ديال التفوق قال انها متفوقه لان الطب ديالها تعتمد على التغذيه، هذا الكلام غير صحيح، لان الهنود براسهم تيتشكاو من أن التغذية ما تتقراش مزيان في كليات الطب عندهم. ها هما المراجع قدامكم. وفي آخر المقطع ذكر الدكتور الفايد واحد القضية خربقاتني شوية، هضر على طب الأعشاب. ما عرفتش بالضبط فين كاين المشكل، واش في أن التغذية ما تقريوهاش في كليات الطب حسب داكشي اللي قال لنا، أو أن طب الأعشاب الهندي حسن من الطب اللي تتقرى في الجامعات. في المقطع اللي موراه غيعطينا الدكتور الفايد معلومات على الكوليسترول في الحيوانات. نسمع. وحتى في الجسم يعني بعض المرات كندقق شي شويه، لان ماشي غير كلام، خاص يكون فيه شويه ديال العلم. كل ما تحرك الحيوان تيكون الكوليسترول منخفض واللحم احمر، ولذلك الماعز فيه الكوليسترول قل من الغنم، ماشي ما فيهش، الماعز فيه الكوليسترول. اللي قال ما فيهش كذب ولا ما قاريش، يعاود يقرا. الماعز فيه الكوليسترول، إنما فيه أقل من الغنم لأنه كيتحرك أكثر من الغنم. والجمال ما فيهاش كوليسترول تقريبا ما فيهاش، يعني الحمل اللي ما فيهش كوليسترول هو لحوم الجمال ولحوم الدجاج البلدي والبيض البلدي، ما فيهش كوليسترول، صفر كوليسترول. هذه هي الحقيقة العلمية اللي بغى العلوم، هذا هو العلوم هي هذه. أوكي، نبدأ أولا بهذه الصورة اللي تتبين معدلات الكوليسترول في الحيوانات. كما تنشوفوا في الصورة، المعيز 63.8، البقر 73.1، الحلوف 73.1 بحال البقر، الحوالة 78.2، والدجاج 76. نجيو دابا للجمل اللي قال لنا الدكتور الفايد أنه تقريبا ما فيهش الكوليسترول.
شحال هي تقريبا ما فيهش مقارنة مع الحيوانات الأخرى. هذه دراسة دارت في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الخرطوم في السودان. الدراسة عبارة عن مقارنة بين البقر والجمال، ومن بين الأشياء اللي قارنوها الكوليسترول. كما تشوفوا الكوليسترول أقل في الجمال، 57 ميلي جرام مقابل 74 ميلي جرام في البقر. واش هذه هي تقريبا ما فيهش الكوليسترول؟ المشكل الثاني هو ادعاء أن الدجاج البلدي والبيض البلدي فيه صفر كوليسترول. هذا الادعاء هو ادعاء خارق وطبعا خطأ. 76 ميلي جرام ديال الكوليسترول كما شفنا في الصورة اللي عند الدجاج ما يمكنش تبخر وتولي صفر إلا كان دجاج بلدي. قدامكم هذه الدراسة اللي دارت فيها مقارنة بين الدجاج اللي محبوس والدجاج اللي مطلق على برا. تيقولوا هنا أنه كان من المفاجئ أنه عمليا ما كاين حتى شي فرق بين الدجاج. بجوج عطاو بيض اللي فيه تقريبا نفس النسبة ديال الكوليسترول اللي هي 50 ميلي جرام. كما قلت في البداية هذا غير مثال بسيط على كيفاش نبحثوا في المعلومات اللي تعطيها الدكتور الفايد. تنتمنى أنكم تكونوا تعلمتوا منه شي حاجة وأراكم قريبا. تحياتي. تربية المواشي ولات عندها طريقة خاصة. دابا اللحوم البيضاء في أمريكا حتى الغنم ولات مصنفة بيضاء، الغنم تاهي ولات بيضاء بحال الدجاج في أمريكا.